من أكتر من 7000 سنة المصريين العظماء عملوا معجزة بناء الأهرامات اللي محيرة العالم كله. سر عظمة مصر في أهلها وشعبها، شعبها اللي مفيش حاجة تقف قدامه وما عندوش مستحيل وقادر يكسر الصعب. معانا عبد الرحمن، منورنا في أهالينا. نور حضرتك. نموذج لأحفاد الفراعنة العظام اللي مفيش حاجة تقدر توقفه. الله يخليك. أولاً عرفنا بنفسك. أنا عبد الرحمن ممدوح، عبدو باشا، مصور فوتوغرافي. تمام؟ جميل. مصور من زاوية احتياجاتي الخاصة. ربنا اختارني ان انا اكون مميز في الخلقة، ان انا اكون مميز عن دون البشر يعني الموجودين. فسواء بقى صوابع ايدي، سواء مشكلة رجلي اللي انا مش بعتبرها مشكلة، مع العمليات الحمد لله اتحلت. الحمد لله. هي مش قوي بس انا بعتبرها ان انا خلاص كده انا تمام. ربنا سبحانه وتعالى اختارك علشان تبقى من ذوي القدرات الخاصة. تمام. حضرتك مصاب بالتقزم وعندك مشكلة في أطراف إيديك ورجليك. بالظبط. طيب ده ما وقفكش. ما وقفتش خالص. كلمني بقى عن تعليمك الأول. أنا معايا ثانوية عامة. ما كان جايلي إن أنا أكمل تعليم. كان جايلي كلية تجارة أقاليم وخدمة اجتماعية ومعاهد، بس أنا محبتش، ما حسيتش نفسي في المجالات دي كويس. كان قبليها وأنا في ثانوية عامة، كان شاغل دماغي أكتر بالتصوير. بتحب التصوير؟ كنت في فرح فلقيت شخص عادي مع كاميرا، مش شرط إن هو يكون مصور، مش شرط إن هو يكون يعني حاجة ليها دعوة بالإخراج أو الكلام ده عشان يبقى مثلا ممتلك كاميرا، لقيت شخص عادي. فمن هنا دماغي اتفتحت ان انا عايز احاول. تمام. فطلبت منه ان انا اشوفها، كان رافض لان كان ساعتها الكاميرات برضو غاليه، وبيني وبينك اللي هو كان خايف ما تقدرش تملكها. بالظبط. فكملت عادي، قلت خلاص عادي مش هتفرق. بيني وبينك زعلت بس ما خدتهاش على صدري. طيب. قبل نيجي هنا عند نقطه زعلت. للاسف احنا التنمر منتشر بشده في المجتمع. واحنا دلوقتي والاعلام كله عامل حملات ضد التنمر. هل كنت بتتعرض للتنمر في المدرسه، في الشارع؟ كلمني عنه. كتير. بس يعني من فتره ابتدائي انا اعتبر ما حضرتهاش كلها لان كنت بعمل عمليات. عمليات في رجلك؟ عمليات في رجلي بس. تمام. كنت بعمل عمليات كتير، كنت مثلا ما بين الترم والترم مثلا ممكن اعمل عمليتين. بعد كل عمليه شهرين مثلا. تمام. اروح على الامتحانات بس اللي هو امتحن وامشي. تمام. فما كانش حد عارفني كتير. فكان كل الاطفال اللي في سني كانوا لما بيشوفوني فكان عادي بقى، اول مره يشوفوا حاجه زي، فاللي بيفضل يتكلم، اللي يقول لي مثلا قصير، الكلام ده. هو انا ليه سالتك عن التنمر؟ لان ما شاء الله النتيجه اللي انت واصل لها في حياتك ده معناه ان التنمر ما اثرش فيك خالص، بل بالعكس. هو التحدي. انا بالنسبه لي التنمر دفعه. تمام. واللي بيشكرني بيبقى، واللي بيشكر في الحاجه اللي انا بعملها عامه دي بتبقى بالنسبه لي زي ايه؟ رساله شكر من ربنا. طبعا من ربنا. اللي هو ان انا نجحت في حاجه. طيب. لكن اللي بيتنمر عليا انا، انت كده بتدفعني ان انا اوصل لحاجه اكتر من اللي انا هو نفسه مش قادر يوصل لها. بالظبط. طيب نرجع تاني بقى لموقف الفرح والكاميرا. تمام. انت زعلت منه ولكن قررت ايه بقى؟ قررت ان انا اروح، كانش لسه برضك في نت اللي هو منتشر قوي، ما كانش حد برضك بيمتلك. الكلام ده كان سنه كام؟ 2016. تمام. طب كنت انا لسه صغير. تمام. فكان بيبقى في تليفونات مثلا، كنت باخد تليفون اختي افتح مثلا يوتيوب، يعني مثلا انا عند خالتي، عند اي حد من قرايبي بفتح اليوتيوب، بتفرج على اليوتيوب اللي هو مثلا ايه، بتفرج على الريفيو بتاع الكاميرا، بتفرج من اول لما بيفتحها من البوكس ويفضل يوصف في الكاميرا، يشرح فيها. فاتفرجت على كاميرات كتير. من هنا خلاص انا اتفرجت على كاميرات كتير، فانا عايز ازود. تمام. ابتديت اتفرج على فيديوهات ايه اللي جوه الكاميرا، الكاميرا بتتكون من ايه. كويس. فابتديت برضك انمي مهاراتي. فجيت بقى في ثانويه عامه، قبل الثانويه عامه ما تبدا كان في موقف حصل. كان في حد من صحابي كان معاه كاميرا، فانا الكاميرا مسكتها. تمام. تمام. وجربت ان انا اصور بيها، بس طبعا كانت اول صوره ما تتحسش قوي. اكيد. فكان هو عايز يبيع المعدات بتاعته. يعني برضك دي حته صبر، ان انا اصبر، انا مهما بصبر فربنا بيديني الاحسن. ربنا بيكافئك. تمام. فوالدتي
كنت انا عمال اقول لها انا عايز اشتري المعدات دي، فهي تقول لي لا ركز في ثانويه عامه، ركز في ثانويه عامه. فانا ما حبيتش برضك ان انا اركز في ثانويه عامه، انا كنت حاطط كل خلاص حطيت هدف قدامك. انا مش هم يعني ما هو التعليم حلو كل حاجه، انا يعني التعليم انا متعلم تعليم طبعا تمام، بس انا شايف انا مش هقدر ادي نفسي قدره في التعليم قد التصوير. تمام. كنت معايا تليفون، اول صوره صورتها كانت في 2018، كنا في الشتاء، كان منظر احنا عشان في عين شمس عندنا شعبي شويه، ففي غيه حمام وكده. كانت اول صوره صورها كانت غيه حمام، والحمام طاير حواليها في الشتاء، والسحاب كان شكله حلو. الله. فبرضه ما كانش معايا معدات ان انا اعمل ايديت ولا الكلام ده، كنت بعمل ايديت من على الانستجرام. كان قبل ما تنزل الصوره بيبقى بيعمل فلاتر. فلاتر والكلام ده. فعملت الايديت عجبت ناس كتير جدا. حلو. يعني الحمد لله. من هنا خلاص انا خدت الخطوه، واللي هو انت يعني انت اعتبرت نفسك مصور من اول صوره. اللي هو بقى بالتليفون حاجه بقى انت مع نفسك بتصور بتشبع هوايه. بالظبط. من هنا لهنا فابتديت ان انا هصور، انا هبقى مصور فوتوغرافي. كويس. ابتديت ابحث هل في مصورين فوتوغرافر من ذوي احتياجات خاصه؟ مش لاقي. ولا في مصر ولا في ذوي احتياجات ولا في شرق اوسط. انا ما بحثتش قوي برضك، يعني ما مدتش الموضوع اللي هو بحث قوي. معلش سامحني، ليه كنت بتدور هل في مصورين من ذوي الهمم ولا لا؟ طب ما انت اصلا مكتفي بنفسك وبتحول كل ضعف القوه، كان هيفرق معاك ايه لو كنت لقيت مصورين من ذوي الهمم سواء جوه او بره مصر؟ تمام. انا مميز. تمام. تمام. بحب الحاجه اللي انا اعملها تبقى مميزه زي كويس. فاللي هو انا طالما انا ربنا خلقني مميز، فلازم الحاجه اللي انا هروح فيها او الاتجاه اللي انا هروح فيه لازم يكون مميز كويس. اللي هو انا لازم اعمل حاجه مفيش غيري عملها. يعني مثلا في مصورين كتير. حلو. بس مفيش من ذوي احتياجات خاصه. تمام. تمام. هي دي الفكره. فانا حبيت ان انا احط نفسي فكره التمييز. تمام. وبرده كان ممكن تقول ان انت بتبقى اول واحد في مصر مصور من ذوي القدرات. بالظبط. تمام. وبعد كده بقى انت لسه لحد دلوقتي ما اشتريتش كاميرا ولا اشتريت معدات. احنا بقى 2018. بالظبط. جينا ثانويه عامه، عدينا ثانويه عامه ونجحت. كويس. فجيت بقى انا عايز اشتري كاميرا. فابتديت الظروف على قدها. تمام. فاللي هو انت لازم تخشي جامعيه. طب هتخشي جامعيه ازاي وانت ما عندكش دخل؟ فلازم تشتغل. كويس. فمن هنا لهنا والدتي بتصنع ملايات. فعاملين فرش قدام البيت. حلو. بنبيع فيها ملايات سراير وكده. فانا بشتغل وباخد الفلوس وبحطها في جمعيه. تمام. جيت اول جمعيه دخلتها كانت تاخد 10,000. حلو. فجيت عشان اروح اشتري الكاميرا قبل الجمعيه بشهرين قبل ما اقبض. حصل ظرف فمش هينفع الفلوس تروح للمعدات. فلازم البيت اولى. فرحت ايه في البيت وعادي، اللي خلاني اصبر الثلاث اربع سنين دول هصبر الباقي. تمام. فدخلت جمعيه تاني. وكان فينا احتياجات البيت والحمد لله. الحمد ندخل لله. جمعيه تاني. فجيت اشتريت بقى الكاميرا 2020. اخر 2020 شهر 12. انا اشتريت الكاميرا. جيت ابتديت تصوير. انا اول ما اشتريت الكاميرا انا كنت مفكر نفسي ان انا اول ما هشتري الكاميرا بقى التليفونات الاوردرات مش هتقف. بالظبط. اللي هو انا اول ما انزل صوره على السوشيال ميديا الناس هتقف طوابير. بالظبط. طبعا مفيش الجيران ما يعرفوش، مفيش حد اصلا يعرف ان انا عندي كاميرا. فجيت اسمه ان انا خلاص، طب انا مش هينفع اصور، انا ما اتعودتش ان انا اوقف شخص اصوره. تمام. انا على طول كان كل تصويري مناظر. كويس. فتره كورونا مصور المترو وهو فاضي. كنت عامل وانا كنت رايح من العتبه رايح اشتري قماش. فجي في دماغي وانا راكب في العربيه لوحدي. فجي في دماغي اللي هو الافلام الزومبي والكلام. فعملت فعلا الصوره بنفس التاثير بنفس كل حاجه. فالناس بردك قعدت تقول لي لا اكيد مش انت. وكان بالتليفون مش بالكاميرا. تمام. فكان ناقص تصور الفيروس بقى عشان تقول للناس انا اهو. والله. فجيت بردك صورت الناس لما نزلت بعد فتره كورونا والكلام ده. فجيت انا مش عارف اصور شخص. فجيت بقى انا هبتدي اجمع اصحابي، تعالى يا فادي، تعالى يا عبد الله، تعالى يا مصطفى، تعالوا نتجمع نقعد مثلا واحنا قاعدين على القهوه، تعالوا انا اصور. كويس. هبتدي اصور فيكم. طبعا كنت بطلع صور ملسوعه وصور مضلمه فين وفين لما بطلع صوره حلوه. بس
التكرار يعلم الشطار. تمام. الاستمرارية هتعرف توصلك للمكانة اللي انت عايزها وأعلى. ما فكرتش في الفترة دي ان انت تدري او تتعلم تصوير اونلاين؟ ما حبيتش، شفتها مضيعة وقت وصرف فلوس. انت حسيت ان انت الموهبة عندك اهم من اي دراسة وان انت تقدر تعمل ده؟ هو التصوير لازم اول قبل اي حاجة، التصوير مش بالدراسه، التصوير بالموهبه. كويس. اصل انا ممكن ابقى دارس، ممكن ابقى دارس امكانياتها، ممكن ابقى دارس شاتر، ممكن ابقى دارس ايزو، ممكن ابقى دارس حاجات كتير، بس كادراتي بايظه، فالتعليم ما عملليش اي حاجه. كويس. فالتكرار والموهبه لما انت تنميها يعلم الشطار. بالظبط. فانا على طول ماشي بالمبدا ده. نمي نفسك، دوس على نفسك مهما كان مريت بايه، دوس وروح هتلاقي نفسك وصلت، مهما لو كانت معكش اي حاجه. لو انت ناقص معدات كتير، معكش معدات، صور بالتليفون، تعال على نفسك بدل ما الدنيا هي اللي تيجي عليك. بالظبط. وما تسمعش كلام حد. حلو. احنا بقى صورنا المترو واصحابنا والقهاوي احكي لي بقى عن اول اوردر جه بعد شوقه. بس هو اول اوردر ما كانش اول اوردر قوي. انا كنت بصور عيد ميلاد واحد صاحبي عبد الله، كان عيد ميلاده، فقلت بردك ايه انمي. طب فاحنا بنصور، كنا بنصور عند قصر البارون. حلو. فالمنطقه دي بتبقى فيها مصورين كتير، بيبقوا مصورين في الشارع وكده، بس ليهم احترامهم برضه. طبعا. على راسي. وانا واقف بصور عبد الله، ففي حد جه قال لي هو انت بتصور؟ قلت له اه. قال لي طب انا عايز اتصور. عارفه دي لهفه اللي هو ده مش محضر لاي حاجه. اه طبعا. فعبد الله قال لي روح. فقلت له طب خلاص اصور اخر الصوره هنا مع الجست واجي لك. رحت، كانت اول فلوس امسكها من التصوير. كانت 70 جنيه صورة. أنا لحد دلوقتي فاكره. لا مش صورة. كانوا كذا صورة. كويس. فأنا لحد دلوقتي فاكرهم. تمام. بعد كده نزلت صورت تاني بقى، كنت بصورهم وبنزل، بصورهم وبنزل. جه خطوبة واحد صاحبي. جه قال لي أنا عايزك تصورني ومفيش حد غيرك يا بود. أنا أصحابي بيقولوا لي يا بود. يا بود. تمام. أنا السوشيال ميديا باشا بس. فصحابي جو... صاحبي ده جه قال لي تعالى يا بود، أنا خطوبتي لحد الجاي، فأنت لازم تجي لي تصورني. كويس. فقلت له طب انت عايز تصور فين؟ عايز في لوكيشن، في مكان مفتوح؟ قال لي لا عادي يعني، مش خليها في مكان مفتوح احسن. قلت له خلاص قصر البارون. كنت معلش، كنت انا افتكرت حاجه، كنت قبليها كنا في العيد. العيد الصغير. فانا عايز اصور، انا عايز انزل اصور ناس، لان عرفت ان ما حدش في مصر بيهتم قوي بموضوع المناظر الطبيعيه. كويس. فنزلت الكربه، وقفت في الكربه. طبعا خدت كلام اللي هو مش هينفع، والمنطقه دي بتاعتنا والمصورين بالكلام طبعا الحلو، قدرت ان انا اقف معاهم واثبت وجودي. تمام. فابتديت، كانت اول فلوس ان انا امسكها كان من تصوير الشارع، كنت بصور الناس في العيد. كويس. في الكربه. وكانت الناس طبعا بتبقى مقلقه شويه، بس طبعا مع انا قلت كان اي حد بيجي يتصور اللي هو طب انت، هو انت اللي هتصورنا؟ اقول لهم اه. اقول لهم لو انتم مرتبكين من حاجه، اول صوره تجربه عندي والباقي بعد كده بالحساب. تمام. فكانوا بياخدوا اول صوره كانوا بيفرحوا جدا. كانت الصوره بتعجبهم، لان انا بظبط اضاءه وبظبط الحاجات بتاعت الكاميرا. كويس. فبتعجبهم. فدي كانت اول فلوس. حلو. خدت الفلوس. حوشت جزء، وطبعا ضيعنا الجزء الثاني. طبعا. كان في العيد بقى. فجيت بقى خطوبه صاحبي. صاحبك. تمام. فجي قال لي انا عايز اتصور، فانا قبليها كنت مصور صاحبي في البارون. كنت مصور كذا سيشن في البارون. كويس. فاللي هو انا حافظ الكادرات بتاعت البارون والمناطق الكويسه. فجيت قلت له خلاص تعالى نروح البارون. قال لي تمام. رحنا البارون، واحنا بنصور صورته وعملت له السيشن ونزلته على الصفحه عندي، ورحت عنده البيت صورت الخطوبه. وده كان اول سبونسر ارفعه على الفيسبوك. حلو. اللي هو انا سمعت ان انت مش هيجي لك شغل غير لما تنزل اعلان ويجي لك وتدفع فيه فلوس ويجي لك شغل. تمام. فعملت الموضوع ده، والحمد لله كان جاي لي في شهر 9 اوردرات كتير قوي في البيت وفي القاعه والسيشنات. بسم الله ما شاء يعني الله. يعني الحمد لله. حلو. طبعا كانت الناس اول لما كانت بتشوفني كانت بتبقى متوتره، فطبعا اي حد بيشوفني لازم يبقى متوتر. اللي هو خطوه طبعا انا مصور غير اي واحد هو بيشوفه. ده كان شهر 9 2020 ولا 2021؟ لا 2022. 22. كل السنه دي قاعد بتمرن من ده من 5 شهور. انا من 21 لحد 22 انا كل دي تمرينات. تمام. سنه بتمرن. ما يأستش لا بيني وبينك يأست، واللي هو لا انا باين عليا اني مش هنجح، محدش هيرضى مصور زيي اللي هو من
من ذوي احتياجات هيرضى ان هو يروح يصوره، اكيد هيبقى خايف، اكيد هيبقى مقلق. واحد صاحبي قال لي يكفيك شرف التجربه. صح، شرف المحاوله. يكفيك ان انت حققت حلمك واشتريت الكاميرا وجربت ان انت تنزل تصور. كويس. فيعني دي كان دافع. شهر 9/22 اول بقى فلوس بجد تمسكها. عملت بيها ايه؟ اول فلوس بجد امسكها كان معايا عدسه كانت اقدم من دي. رحت جبت عدسه تانية اللي هي اللي معايا دي دلوقتي. حديثه. ورحت اشتريت فلاش. انا اشتريت العدسه دي تمام. بعد العدسه كان في فلوس انا محتاجها شخصيا فصرفتها. تمام. فاضطريت ان انا اخش جمعيه تاني. تمام. فانا عايز ازود من الايديتور بتاعي. في صحابي كتير قعدوا يقولوا لي روح ادفع فلوس لايديتور او روح ادي الصور بتاعتك لايديتور وتحاسبه انت وهو يعمل لك الايديت هيسهلها عليه. تمام. لا، عايز اتعلم. انا بايدي انا هعمل كل حاجه. مع ان هي احسن فعلا، بس انا لا، انا عايز اعمل كل حاجه. ابقى انا اللي مميز في كل الكلام ده. زي ما ابتديت من الصفر هوصل لحد الاخر. تمام. فابتديت ان انا كنت بعمل ايديت على التليفون. أوكي. على برنامج لايت روم. فجيت ان انا بقى انا عايز انمي الايديت بتاعي، مش هينفع افضل اعمل على الموبايل، لان الايديت الموبايل غير الايديت الكمبيوتر. فجيت دخلت جمعيه. خدت الفلوس. قسمتها نصين. نص للكاميرا ونص لله. انا مش عايز حاجه شخصيه، انا كده كده صراحه. فرحت جبت فلاش كان احدث من الفلاش اللي معايا. وجددت العدسه تاني، كانت عدسه قديمه برضك اللي معايا كانت مش حلوه قوي. فجددتها بدي بقى اللي هي احدث حاجه. كويس. رحت جبت اللاب. وجددت المعدات. فارتحت. عارفه اللي هو انت ارتحتي. طمنت. اللي هو انت خلاص طلعت سلمه. تمام. من السلالم. من هنا ابتديت برضك ان انا عايز انزل شغل. وقفت الفتره دي. فانا وقفت شويه لان نزلت برضك كام سبونسر. من فترة بقى شهر 10. من شهر 10 وانا من شهر 10 شهر 10 وانا واقف لحد وقتنا هذا. هي يمكن تكون حكمة ان انا عشان اطلع مع حضرتك. اكيد. انت منورنا والله العظيم، مستمتعة بالحوار بطريقة. الله يخليك. فاللي هي انا كنت برضك كنت الفترة اللي فاتت كنت اللي هو تعبان شوية. اللي هو انا ما بصورش. انا برتاح جدا لما بصور. عايز اقول لك انا ممكن اقعد اسبوع كامل او شهر كامل كل يوم اصور. عندي من ان انا اريح يوم. كويس. بعشق حاجه اسمها تصوير. بحب ما بتعبش. برتاح. بيبقى ضغط اوردرات الكلام ده بس عادي. بص يا عبد الرحمن، انا هعلمك حاجه او هقول لك حاجه. زحمه الشغل احسن من قله الشغل. بالظبط، هو ده اللي انا بحبه. بس اتسحل وطبق في الشغل يومين ثلاثه احسن ما تبقى قاعد. بالزبط. طيب انت النهارده نموذج مشرف من شباب اهالينا، وحكايتك تستحق ان كل الناس تعرفها. ولكن دورنا في اهالينا برضو ان احنا تبص للكاميرا كده وتقول لاهالينا في البيوت صفحتك على فيسبوك اسمها ايه، صفحتك على انستجرام اسمها ايه، يتواصلوا معاك ازاي. ويلا خلي اهالينا بقى يعرفوا ان عندنا مصور شطور ويتصلوا بيك وتصورهم. خلاص تمام. اسم صفحتك ايه بقى؟ أنا اسمي على الفيسبوك عبدو باشا. بالعربي ولا بالإنجليزي؟ لا بالإنجليزي. تمام. عبدو باشا سلاش فوتوغرافي. تمام. وعلى الانستجرام عبدو سلاش باشا دوت واحد. تمام. طيب أسعارك بالنسبة للمصورين البروفيشنال، هل زيهم؟ هل أقل منهم؟ إيه؟ لا أنا مختلف. أنا بحب اللي هو أبقى على قد الإيد. كويس. باللغه بتاعتنا. انا بحب ابقى اكون على قد الايد. يعني مثلا في بيبقى في ناس صرف كتير في القاعه وصرف كتير في الفستان والمكياج والكلام ده، فانا بحب اللي هو انا اكون على قد ايدك. فانت هتدفع لوكيشن كذا. فانا هخليك ممكن ابقى في نفس سعر اللوكيشن او اقل شويه. عشان اطلع لك حاجه حلوه وبردك انا اشتغل. وان انا بحب ارضي الناس. كويس. تمام. وفرت له برضه. اللي هو وفرت له. في ناس تقول لك لا الغالي ثمنه فيه. يا عم ماشي، الغالي ثمنه فيه. انا لسه ما وصلتش لنقطه الغالي ثمنه فيه. حلو. انا واحد على قد الايد. بحب حتى لو وصلت لاعلى مكان هفضل بردك انا على قد الايد. يعني نقدر نقول لاهالينا دلوقتي ان هم لو تواصلوا مع عبده باشا هيعملوا السيشن باسعار اقل بكتير من اللي بيسمعوها. جدا.
تمام ماشي يا اهالينا، جربوا عبد الرحمن واعملوا احلى سيشن ومش هتندموا. عبد الرحمن انت شاب فعلا حفيد بنات الاهرامات، مفيش حاجه وقفتك، حولت كل نقطه ضعف غيرك ممكن يشوفها نقطه ضعف لنقطه قوه. انت نموذج يستحق ان احنا نقدمه لاهالينا. انا فخوره بيك وشرف ليا ان انت منورنا في اهالينا. اكتر والله، نورتنا يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا.